كذلك تسلمت السيدة مها حمدان شقتها بعد فوزها ببرنامج هوم سويت هوب. احنا وحدة من تحت نشوف جوجنا خير عمي رح يكون. بدي اطلب منك السيارة دوان تفتحها بليز، بس حاول ما تغزق كتير الورقة. تقرأ الاسم. مبروك لسيدي مها حمدان. يوم عيد الميلاد حمل الهدية الأجمل إلى سيدة مها حمدان. فهذه السيدة التي ساهمت في برنامج هوم سويت هوب الذي نظمه مركز سرطان الأطفال في لبنان أصابت عصفورين بحجر واحد، فهي من جهة فازت بشقة سكنية في مشروع بيت مسك، ومن جهة أخرى ساهمت مع 7000 آخرين في توفير سلاح المعركة لمئات الأطفال المصابين بالسرطان. بيت مسك استقبل قاطنته الجديدة التي أكدت استمرار دعمها لمركز سرطان الأطفال. مرسي لمركز سرطان الأطفال، مرسي للأم تي في، مرسي لبيت مسك، لمديرية اليانصيب، ومرسي كتير كبير لكل الناس اللي حضرونا وانصدموا، ومرسي كبير لأستاذ فادي شهوان ومس ديانا فخوري. مثل ما دايما الله بيكون معنا بيوفقنا بكل الحملات يلي منقوم فيها بمركز سرطان الأطفال، لأنه هدفها هدف إنساني كتير مهم يلي هو تأمين العلاج للأطفال اللي عم بيعانوا من مرض السرطان. مع أنها كانت خطوة كتير جريئة منا نقوم بهالحملة الكبيرة بهالفترة اللي كانت متوترة يمكن بالبلد، بس بفضل الناس كلهم يلي بيأمنوا بمهمة المركز الحمد لله كانت الحملة كتير ناجحة.